مرة ومطلعها بالصدق. انا ماشي دير لي ابوني ونشري ابوني وندير اشتراك ونطلع القناة ندير اشتراك 50 كا 40 كا 30 كا مزورة عندهم. والله ما شوهو بينا حبيبة ديالي، شوفي والله ما شوهو غير براسهم، والله ما يمثلونا بزاف عليهم. هذوك حتلات المجتمع، انا تنسميهم اولاد الخوانة الوطن الاستعمار. هذوك والديهم كانوا خوانة، كانوا تيبيعوا بلادهم. هذوك اولاد تيتجوجوا بالكفار، لا اسلام ولا دين. انا ما تنعممش، تنقول كاع اللي تيخرج يضرب في الوالدين وتيضربوا في الوالدين هما في القبر. تصورين يوضي عايرو تيقول له تنلعلك امك ولا باك اللي في القبر، هذا اش تنتظري منه؟ حتى الموتى ما عطينهاش الاحترام. كيفاش هاد الناس تدخلي عندهم وتجلسي معاهم وتشركي معاهم الطبله وتتصالحوا؟ شيئا لا يكون. وحده تضرب بناتها، اخرين ضربوا في خالتهم وخالتهم تضرب فيهم، الله يقطع الخالات ويقطع بنات الخالات ويقطع الموال. ضربوا في امهم، ضربوا في باهم ميت وقال لك انتحر بان كذا وكذا وكذا وكذا، هذه ما فراسكش كذا وكذا. هذاك شو واش انتحر؟ شي تيقول لك هذاك باين هذيك مولات المنطات تيقول لك بان راه كان قاطع الباه ما تيهضرش معاه سنين وصدق هو السبب في الانتحار ديالو. وكل واحد يقولها كتقولوها هما، انا ماشي اللي تنقولها. وكيفاش غادي يشرفوني انا هاد الناس؟ يقول لي كيفاش غادي يشرفوني هاد الناس انا حتى نجبدهم حتى في السميه؟ انا تيطلعوا لي في اليوتيوب كنقول الله يخليها سلعه، وجوه النحس اللي تنشوفهم في المياتور قسما بالله الا وجه النحس. عمرني ما عرفتهم ولا عرفت بناتهم ولا عرفت تصيلتهم ولا عرفت شتي هادوك. انا عاودوا لي الناس تبصح اللي مشاو عندهم كل شيء، قال لك الله يحفظ معفوني. والصلاه ما تيصلي حتى واحد فيهم، شتي الصلاه ما تيصليوهاش. كيفاش بغيتي هادو يشرفوك؟ هادو مسلمين. هانتوما هادي الولاية، كانت عاملة هادي الولاية. هنا الولاية أو الكوميسارية الكبيرة وكل شيء هنايا. هذه الولاية ما عندش شي نظافة، شي سبيراتور. فين كان ولدي خدام انا في الاستثمار. المهم مشى سمح فيها، مشى لفرنسا وهنا راسو هنا كان خدام. فين كان ولدي؟ هنا كان خدام. مركز الاستثمار هنا كان خدام. ها الولاية مشى بحال عيادك دار، كان تيمشي فيزا تيمشي ويجي ويمشي ويجي صافي وجلس وهنا راسو. هنا كان خدام. مركز هنا كان خدام الولد ديالي. نجلسي شوية، نجلس نرتاح. ها فين كان خدام؟ يا الدنيا مشيت تبدل. حياني يا مقابلين غير الفلوس والأسد. والله فلوس يخرقوها على أيامهم وسعدهم.